مستجدات الوضع الحكومي نطلع عليها مباشرة مع الزميلة ليال سعد. ليال أهلا بك، أترك الهواء لك. نعم، يبدو داليا بحسب المعلومات أن الرئيس بري وحده يستمر بالحفر بالصخر الحكومي، أو إذا أمكن القول حتى بالبحث الحكومي، لأنها طبخة بحث لا يبدو أن هناك أي مستجدات، الأمور معلقة. لكن أوساط الرئيس بري أشارت للجديد أنه يرفض الاستغناء عن هذه المبادرة وسيحاول مرة جديدة نجاح أو محاولة إنعاش هذه المبادرة، ولكن بعطلة الأسبوع لم يكن هناك أي مستجد حكومي في بيت الوسط. بحسب معلومات الجديد لم تعقد أي لقاءات حكومية ولا حتى اتصالات حقيقية قد تجدي إلى النتيجة المرجوة بتشكيل الحكومة. وحتى على خط التيار الوطني الحر لم تكن هناك أي اتصالات جديدة، ربما الاتصال الأخير كان بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتواصل مع مسؤول الارتباط والتنسيق لحزب الله الحاج وفيق صفا، كان آخر اتصال، وكان أيضا هذا الاتصال لم يشمل الموضوع الحكومي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي مستجدات. ولكن الخطورة أو الجديد كان بعظة الراعي اليوم والحديث عن محاولة عدم أو أي عدم تشكيل حكومة هو محاولة ربما لتطيير الانتخابات النيابية. هذا الأمر مستجد بوضعه بهذا الإطار، ولكن من المفروض حتى اللحظة ليس هناك أي لقاءات رسمية أو معلنة يوم غد حتى بالاتصالات لاستئناف هذه المبادرة، ولكن فقط أوساط الرئيس بري هي التي تحاول الحديث عن، لا يمكن القول حتى إيجابية، ولكن عن حركة ستستمر بهدف الوصول ربما إلى تشكيل الحكومة. ولكن حتى اللحظة لا جديد ولا معطيات تشير عن إمكانية تشكيل الحكومة. طبعا مسألة الوزيرين الخلافيين لا تزال قائمة، من يسمي هؤلاء الوزراء؟ حتى لحظة يرفض الوزير جبران باسيل أن يكون للرئيس الحريري حتى رأي في تسمية هؤلاء الوزراء، وطبعا الرئيس الحريري لا يستغني عن هذا الموضوع أو لن يقبل بإعطاء الثلث المعطل. وبالتالي نحن لا نزال أين كنا، منسوب الإيجابية الذي ارتفع في هذا الأسبوع ومطلع هذا الأسبوع عاد لينخفض بشكل كبير. ربما يوم غد يفترض أن تستأنف هذه الحركة الحكومية لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور. الرئيس بري كان قد أمهل هذه المبادرة أسبوعين، انتهى الأسبوع الأول، هذا الأسبوع قد يكون حاسم، إما تنجح هذه المبادرة أو نكون من جديد دخلنا في مسألة تعطيل تأليف هذه الحكومة. داليا، شكرا للزميلة ليال سعد التي كانت معنا مباشرة عبر خاصية زوم.